نصب ليك تصريحات يمكن قبل ما نسجل مع معاليك يا فندم، وكلمت انه الجيش الليبي الان يسيطر على 80% من مساحه ليبيا و20% خارج السيطره. عايزين تفصيل لهذا الامر لانه الواقع على الارض يعني دقه هذه المعلومات مع الواقع على الارض. عارفين الغرب، المنطقه الغربيه فجر ليبيا، عارفين في الوسط في داعش، عارفين طبعا الناحيه الشرقيه فيها الحكومه. لا، انا في اللقاء قلنا الحكومه تسيطر وليس الجيش. هناك فرق بسيط في المعنى. يعني سيطره الجيش معناها لديك قوه على الارض، لا، سيطره الحكومه قد لا يكون هناك قوه على الارض ولكنها تابعه للحكومه. الجنوب الليبي بالكامل، ما وكما اوضحت في اللقاء الصحفي قبل قليل، المساحات الليبية الشاسعة. الجيش يسيطر على أي كم في المئة؟ الجيش الآن إذا كان أخذت مناطق النزاع وعلى سبيل المثال بنغازي، على سبيل المثال بنغازي، أنا زرت بنغازي مرتين، الجيش يسيطر على ما يقرب من 90%، وحتى 10% ليست تحت قوة مسيطرة من الجانب الآخر بقدر ما هي عبارة عن بؤر للقناصين هنا وهناك. وأنا قابلت قادة المحاور وقالوا ممكن نسيطر على هذه العشرة ولكن الإمكانيات لا تتناسب مع الهدف الذي بنوصل له، ولا نريد التضحية بأرواح جنودنا في سبيل السيطرة على عمارة وهي آتية لا محالة. المنطقة الغربية فجر ليبيا يسيطر على المنطقة الممتدة من سرت، مصراتة، طرابلس وحتى راس جدير في المنطقة الغربية، وبعمق يصل إلى حتى بين 60 و100 كيلو متر. يعني الجيش ماسك المنطقة الشرقية إلى ممتدة إلى الجنوب، جزء من الوسط، أما المنطقة الغربية فهي خارجة عن الجنوب. هناك قوة اسمها القوة الثالثة تسيطر على بعض المناطق في الجنوب، ولكن الحكومة الليبية وصلت إلى غات، وأنا كنت من ضمن الوفد المرافق للسيد رئيس الوزراء وقمنا بزيارة غات، هذه في أقصى الجنوب. لدينا زيارة مرتقبة في الأيام القادمة لمنطقة مرزق، وهذه نفس الشيء في الجنوب. لا أقول سيطرة تامة، يعني البؤر موجودة هنا وهناك.